عايزة اتكلم على البنت اللي بيجيلها عرسان كتير وبترفض لأسباب تافهة. لا ده شكله وحش، لا لا ده معهوش عربية، ده معهوش فلوس، لا جسمه مش حلو، لا أطول مني، لا أقصر مني، لا مش عارف ايه. انت طول ما انت بتدوري على النقطة دي مش هتفضلي قاعدة في البيت، هتفضلي قاعدة جنب ابوكي وامك كده قاعدين في البيت. واللي اللي انت رفضتيه ده راح اتجوز وخلف وعمل حياة وابتدى حياة جديدة. لو انت مش عاجبك حاجة في الشخص اللي قدامك ممكن تغيريها بعد الجواز، ممكن يبقى فيه يعني تغير الحاجة اللي انت كرهاها فيه، لكن اوعي تبصي لا شكل ولا فلوس ولا عربية، كل الحاجات دي ما بتنفعش، كل الحاجات دي شمال، صفر على الشمال، يعني ملهاش قيمة مقابل ما يكون محترم وخايف عليكي ويحافظ عليكي. بالنسبة للأهل اللي يعني ما بيصدقوا يجيلهم عريس لبنتهم، بيحلبوه يعني فلوس وعاوزين وعاوزين وعاوزين، وبنتي لا بنتي لازم تعيش في نفس المستوى اللي هي عايشة فيه، اللي هو حضرتك انت ما وصلتش ليه الا بعد 20 25 سنة. ازاي؟ طب عقلها ازاي؟ انت حافظ على بنتك. الشباب دلوقتي مش يعني احنا خلاص بقينا في جيل يعني انا لو مين هكلمه هوصل له، لو هي فين هوصل لها وهعرف اعمل حاجات كتير عشان اوصل لها. احنا جيل بقى صعب شوية، احنا جيل عرفنا كل حاجة بدري، عرفنا كل حاجة بدري، ما بقاش عندنا العيب القوي للأسف. يبقى نحترم الشاب اللي داخل من البيت، نحترم الشاب اللي دخل يبتديها بالحلال، طلب بنتك بالحلال، ساعده ساعده، خدوهم فقراء يغنيكوا ربنا. وانتي كبنت راعي ربنا في اللي هتاخديه واتقي ربنا، وان شاء الله ربنا هيرزقك بالزوج الصالح، بس بلاش لا تبصي على عربية ولا شكل ولا فلوس، صدقيني مش هينفعوا.